نزيف الهجرة الدائمة وخصوصا الشبابية منها حضر اليوم في بكركي في خلال خلوة للرابطة المارونية ترأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بحضور الرؤساء السابقين للرابطة. الرئيس خليل كرم كشف عن سعي لجمع الموارنة من قبل الرابطة المارونية. وفي هذه المناسبة نتوجه للتهنئة إلى كل المسؤولين في الدولة وأجهزتها الإدارية والقضائية والأمنية الذين عملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام بالرغم من بعض الشواهد التي تم تسجيلها. كما نتمنى غالياً وكما نثمن غالياً المشاركة الفاعلة للبنانيي الانتشار الذين قاموا بواجبهم الوطني بحماس بما يدل على تعلقهم بوطنهم الأم. وفي هذه المناسبة نهنئ النواب الجدد الذين يراهن عليهم الشعب اللبناني في العمل من أجل استكمال الإصلاحات الآيلة إلى إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وقد تمنى علينا ضد البطريرك إكمال التواصل في هذه المرحلة العصيبة والوجودية لشعبنا الوطني. كرم كشف عن سلسلة خلوات تخصصية ستعقدها الرابطة المارونية لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.